نروح لملف الحوار الوطني زي ما كان في إجماع وطني الحقيقة والسياسي قبل 30 يونيو ما بين القوى السياسية المتنوعة. الحقيقة كمان من امبارح وفي أصداء إيجابية جدا على إعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، 19 عضو، 19 قامة مصرية محترمة الحقيقة بتمثل جميع أطياف الشعب المصري، سواء من قوى سياسية، من أيديولوجيات مختلفة، من شرائح عمرية مختلفة، من حتى أنماط مهنية مختلفة. شيء الحقيقة 19 اسم و 19 قامة الحقيقة في حالة كبيرة جدا جدا من الإجماع عليهم، يعني كل القوى السياسية ومختلف القوى السياسية حتى الآن من امبارح للنهاردة في شكل من أشكال الدعم، في بيانات بتصدر من عدد كبير جدا من الأحزاب ومن القوى السياسية، لأن لقت نفسها ممثلة في هذا الحوار، وحالات من الشكر لإدارة الحوار الوطني وللأستاذ ضياء رشوان على الجهد اللي قام بيه طول الفترة اللي فاتت عشان يتم الإعلان بهذا الشكل عن تشكيل هذا المجلس، مجلس أمناء الحوار الوطني، 19 اسم و 19 قامة الحقيقة كلها من القامات المحترمة. رحبت قيادات حزبية بتشكيل مجلس أمناء إدارة الحوار الوطني الذي يضم 19 عضوا من كافة أطياف المجتمع، مؤكدة أن التشكيل يمثل ضمانة حقيقية وأساسية لنجاح الحوار الوطني بما حمله من خبرات فنية ومهنية كبيرة. حزب العدل قال في بيان إنه يرحب بإعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني. نروح لملف الحوار الوطني زي ما كان في إجماع وطني الحقيقة والسياسي قبل 30 يونيو ما بين القوى السياسية المتنوعة. الحقيقة كمان من امبارح وفي أصداء إيجابية جدا على إعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، 19 عضو، 19 قامة مصرية محترمة الحقيقة بتمثل جميع أطياف الشعب المصري، سواء من قوى سياسية، من أيديولوجيات مختلفة، من شرائح عمرية مختلفة، من حتى أنماط مهنية مختلفة. شيء الحقيقة 19 اسم و 19 قامة الحقيقة في حالة كبيرة جدا جدا من الإجماع عليهم، يعني كل القوى السياسية ومختلف القوى السياسية حتى الآن من امبارح للنهاردة في شكل من أشكال الدعم، في بيانات بتصدر من عدد كبير جدا من الأحزاب ومن القوى السياسية، لأن لقت نفسها ممثلة في هذا الحوار، وحالات من الشكر لإدارة الحوار الوطني وللأستاذ ضياء رشوان على الجهد اللي قام بيه طول الفترة اللي فاتت عشان يتم الإعلان بهذا الشكل عن تشكيل هذا المجلس، مجلس أمناء الحوار الوطني، 19 اسم و 19 قامة الحقيقة كلها من القامات المحترمة. رحبت قيادات حزبية بتشكيل مجلس أمناء إدارة الحوار الوطني الذي يضم 19 عضوا من كافة أطياف المجتمع، مؤكدة أن التشكيل يمثل ضمانة حقيقية وأساسية لنجاح الحوار الوطني بما حمله من خبرات فنية ومهنية كبيرة. حزب العدل قال في بيان إنه يرحب بإعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي شمل اختيار ممثلين من كافة الأطراف، وعبر بشكل حقيقي وجاد عن التنوع السياسي للقوى الديمقراطية المصرية. من جانبه ثمن حزب الوفد اختيار مجموعة من القوى الوطنية في مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يعلق عليه الحزب آمالا كبيرة في تقارب وجهات النظر ووضع رؤى سياسية واقتصادية بناء على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العاملة بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني. حزب مصر أكتوبر رأى بأن اختيار مجلس الأمناء يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري. حزب الشعب الديمقراطي رحب بإعلان إدارة الحوار الوطني التشكيل الكامل لمجلس أمنائه، وأكد حزب الشعب الديمقراطي أن مجلس أمناء الحوار الوطني الذي ضم كفاءات علمية وسياسية ووطنية ينبئ عن أنها تمتلك من المقومات ما يجعلها تقوم بما كلفت به من مهمة وطنية هامة. حزب المستقلين الجدد قال في بيان له إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني خطوة جديدة ومهمة تعبر عن جدية الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي،
هذا وبناء على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وانتهى التشاور الذي استغرق نحو 20 يوما لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضو. الذي شمل اختيار ممثلين من كافة الأطراف وعبر بشكل حقيقي وجاد عن التنوع السياسي للقوى الديمقراطية المصرية. من جانبه ثمن حزب الوفد اختيار مجموعة من القوى الوطنية في مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يعلق عليه الحزب آمالا كبيرة في تقارب وجهات النظر ووضع رؤى سياسية واقتصادية بناء على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني. حزب مصر أكتوبر رأى بأن اختيار مجلس الأمناء يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري. حزب الشعب الديمقراطي رحب بإعلان إدارة الحوار الوطني التشكيل الكامل لمجلس أمنائه، وأكد حزب الشعب الديمقراطي أن مجلس أمناء الحوار الوطني الذي ضم كفاءات علمية وسياسية ووطنية ينبئ عن أنها تمتلك من المقومات ما يجعلها تقوم بما كلفت به من مهمة وطنية هامة. حزب المستقلين الجدد قال في بيان له إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني خطوة جديدة ومهمة تعبر عن جدية الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وبناء على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وانتهى التشاور الذي استغرق نحو 20 يوماً لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضو.